البعض قال إنها أكتر واحدة استفادت من ثورة. فاكرة إن أنا من محلة مثلا، كل الناس فاكرة إن أنا من محلة، مع إن أنا عمري 2008 عشان 2008 معتقدة إن أنا من محلة، رغم إن أنا أصلا من مفيش حد يعرفه، يمكن تبقى مفاجأة للناس إن أنا أصلا من المنوفية ومن المصلحة. تمام. مصلحة. من المصلحة. بلديات مبارك يعني. لا هو كفر مصلحة. مصلحة. مصلحة نفسها. تمام. فأنا ماليش أي جذور أو أي علاقة بالمحلة، ممكن اتربيت في بنها وبس دخلت الجامعة في جامعة عين شمس. إسراء الفتاح كانت واحدة هنقول من أهم مفجري الثورة، لأن الكلام ده بنتكلم في 2008 يعني كانت بداية الشرارة، إن يبقى في ناس تنزل الشارع ويفض تتعلق في البيوت، في إن في حالة غضب في الشارع، وكانت عمال غزل المحلة كانوا أكتر الناس طبعا مناصرين للثورة دي. بعد عايزة أقولك العكس، هي أصلا خرجت من عمال غزل المحلة وإحنا المناصرين، يعني اللي حصل في 2008 عشان برضو الناس دايما بتفتكر ان شباب 6 ابريل دول هم اللي عملوا اضراب 6 ابريل. الدعوه اصلا خارجه من عمال غزل المحله، دي الاصل، الموضوع اصل 6 ابريل هم عمال غزل المحله. اتكلم معاكي بقى طالما جبتي 6 ابريل، كلميني على 6 ابريل وكل علامات الاستفهام المحيطه بيها. احنا بعدنا شويه بس اتكلم في الجزئيه. لا بس بص، هو مفيش اي علامات استفهام، هو مجرد اعلام برضو يعني بياخد الحاجه من القشره، ما بيعرفش الجذور. انا ارتباطي ب 6 ابريل هو اضراب 6 ابريل، هو يوم 6 ابريل 2008 وليست حركه 6 ابريل. انا عايز اسالك، انت ايه رايك في حركه 6 ابريل وكل الاتهامات اللي بتتقال عليها من خيانه وعماله وتضامن مع الاخوان وتصدير شباب في بعض المناطق للتضحيه بهم في بعض المواقف وتخلي القيادات؟ أنا في عز مكان 6 إبريل بتتكرم بعد ثورة يناير، قلت أنا يا جماعة مش في 6 إبريل. بسألك وبتهربي من السؤال. ليه؟ إيه الإشكالية اللي في 6 إبريل؟ ما أنا هجيلك في الموضوع. أولاً إحنا في الوقت ده كان صعب جداً إن أنت تسيطر على الحركة. يعني أنت أصلاً الحزب بيخلوا ناس ويخترق ويدخلوا جواسيس، ايش حال حركه ملهاش راس ملهاش رجلين، ما تعرفش انت بتريبورت لمين وبتتكلم مين. فالحركه تم اختراقها من يوم ما اتعملت، من اول 7/2008، واختراقها من كل الاطياف، مش هقول لك مثلا من الاخوان بس، لا من كل الاطياف، امن اخوان كل الاطياف تم اختراقها. يعني ممكن نقول فيها خونه وعملاء؟ لا انا بص ما اقدرش اقول كلمه خونه عمله، انت قلت لي اختراق. اختراق ناس بتخترق عشان تعرف معلومات عشان تهدى الحركه. ان كلمه خاين وعميل دوت اليوم لما هقولها على حد لازم يبقى معايا مستندات يا جماعه، بطلع اقولها على الهوا. انا بقول اختراق، اه في ناس اخترقتها عشان تدمر الحركه. فين إسراء فتاح بقى لها فتره؟ هي انت عارف هو الاعلام بتاعنا بالمزاج مش بالموضوعيه والحياديه. الوقتها كان رتم الشعب عالي قوي على ايه شباب الثوره واللي عملوا الثوره، كان عايز يتفرج عليهم ويشوفهم يعملوا، فبقى الاقبال ان احنا نطلع في الاعلام. دلوقتي المزاج ضد شباب الثوره وضد ثوره يناير. طب فإذن ضد عشان التهم اللي ابتدت يعني تبقى موجوده بالنسبه لشباب الثوره، مش طبعا مش لكلهم، لبعض منهم، الخيانه والعماله والتسريبات اللي ابتدت تطلع في الفتره اللي فاتت. ضد علشان في حمله تشويه متعمده ممنهجه للقضاء على عشان مصالح من هو موجود دلوقتي على أنت أصحاب القنوات الفضائية دي، من يمتلكها؟ من يمتلك مصالحهم في إيه دلوقتي؟ مصالحهم إن ثورة يناير تبقى وحشة، وإن هم فاكرين كده كمان إن هم رجال الأعمال دول أو القائمين من مذيعين على القنوات دي، هم فاكرين إن هم كده بيعملوا إيه، زي بيقولك إيه، بينقطوا الدولة. إسراء عبد الفتاح واحدة من اللي استفادت من ثورة يناير ولا لأ؟ انا واحده من اللي استفدت من ثوره يناير في ايه بقى؟ ان قبل ثوره يناير كنا احنا ما مالناش مكان ان احنا نتكلم فيه ونقول رأينا ونقول صوتنا يعني. فبعد ثوره يناير عادي لما يحصل عندك مناخ ديكتاتوري وبعد كده يفتح المناخ يبقى حر. فاللي ما كانش ليهم صوت بيبقى ليهم صوت.